ألعاب الجوال كثيرة جدا ومتنوعة، فيها الممتاز وفيها التعيسة. اليوم راح نوريكم 5 ألعاب غريبة في الجوال، يعني هذه الألعاب بتخليك تندهش وتستغرب وتتساءل وتقول لنفسك وش كانوا يتعاطون ذول المطورين لما يطوروها. أول لعبة معانا هي لعبة SMTH أو Send Me to Heaven، يعني أرسلني إلى السماء. فكرتها بسيطة جدا لكن احتمال كبير تكلفك قيمة جوالك. تحمل اللعبة بعدين تشغلها، وبعدها راح يطلب منك انك ترمي جوالك في السماء باقوى ما اعطاك الله من قوة، وكل ما ارتفع الجوال عن الارض راح تحصل على نقاط عالية، يعني ترمي جوالك باعلى مسافة ممكنة تقدر تخليه يوصله. رمي الجوال بيكون سهل جدا، لكن المصيبة كيف تقدر تمسكه بعد ما ترميه، خصوصا لو رميته باقوى ما عندك. وتقدر تتحدى الناس اونلاين وتشوف مين اكثر شخص يقدر يرمي جوال المسافة اعلى. طبعا معروف المركز الاول جواله نوكيا 3310 او جوال العنيد. ثاني لعبه معانا هي لعبه دادي لونج ليكس. طبعا الاسم هذا هو الروايه المشهوره باسم صاحب الظل الطويل، بس طبعا ما لها علاقه في اللعبه ذي ابدا. اللعبه راح تلعب بمخلوق مكعب اسود مشعر وسيقانه طويله جدا. الهدف من اللعبه انك تخليه يمشي لابعد مسافه ممكنه من غير ما يطيح. المصيبه هنا كيف تخليه يمشي؟ لازم تميل جوالك يمين ويسار وزاوية ومدري ايش وتخليه يمشي خطوة خطوة، ولازم تكون حذر جدا وانت تميل جوالك، لانك لو غلط غلطة واحدة بس راح يطيح الشخصية وتخسر اللعبة. اللعبة هذه راح ترفع ضغطك بشكل كبير وتجننك وتصير تقطع شعرك من القهر. بعد لعبة فيس بام كويست. للامانة ما ادري كيف اشرح لكم اللعبة هذه من غرابتها. هي عبارة عن والله ما أدري وش أقول، يعني بلاش. شوفوا قدامكم شاشة فيها شخصيات غريبة ولازم تسوي هدف معين، والهدف هذا بيكون شيء غير منطقي. يعني أنا وأنا قاعد أشرح لكم وأشوف اللي قدامي مو فاهم وش يصير بالشاشة، فكيف بتفوز ما أدري. أنتوا شوفوا قدامكم واحكوا بنفسكم وش السالفة، حملوا اللعبة ولعبوها واللي يفهم يجي يعلمني. تكفون. لعبة ميتزوا. هذه اللعبة جدا غريبة لكن فكرتها بسيطة. يصير شيء قدامك بالشاشة وبعدين أعطيك خيارين تختار يا يمين يا يسار. طبعا كل خيار له صورة ترمز له، وبناء على خيارك بيصير شيء جديد على الشاشة. وبعدين يجي خيار ثاني تختار يا يمين يا يسار وتختار ويصير شيء بالشاشة، وهكذا. طبعا ما في أي منطق أبدا للأشياء اللي بتصير في الشاشة، وبيكون شيء غريب جدا ولا أحلام العصر يا أخي. يعني حتى لو عصرت مخك وحاولت تعرف وش بيصير لما أختار شكل البيضة مثلا، ما راح تعرف أنها بتصير دريل تنزل تحت. شيء مرة غريب، مستحيل تعرف وش بيصير قدامك. آخر لعبة معنا هي لعبة دوفس دروب. هذه اللعبة غريبة جدا أيضا، ما في أي منطق. تلعب شخصية شكلها غبي ومطلع لسانه طول الوقت بس يقول كذا، تحاول انك ترتفع فيه في الجو باعلى ارتفاع تقدر توصله الين ما توصل النجوم وتجمع نجوم بعد، وبعدين تهبط الارض وتخبط كل شيء قدامك في طريقك. تستمر في الدحرجة والتخبيط وتجميع الاشياء طول الوقت، واذا وقفت راح تخسر اللعبة. وهذه كانت 5 ألعاب غريبة اللي لقينا لكم إياها، أعطونا رأيكم فيها، وإذا عندكم ألعاب ثانية اذكروها تحت في الكومنتس وراح نحطها في الحلقة الثانية إن شاء الله إذا سويناها. كان معكم فهد الشيحة، يعطيكم العافية ومع السلامة.